السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام. المرجو الانتباه من نشرة إنذارية من مستوى اليقظة الأحمر. الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية رعدية جد قوية بهذه المناطق، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات مطرية رعدية جد قوية من 30 إلى 150 ملم مصحوبة بحبات البرد وهبات رياح مرتقبة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر أن تساقطات مطرية رعدية جد قوية من 80 إلى 150 ملم ستهم عمالات وأقاليم زاغورة وتنغير والراشدية وورزازات وطاطا ابتداء من الرابعة من زوال اليوم الجمعة إلى 11 من مساء الأحد، مضيفة أن الظاهرة الجوية نفسها من 60 إلى 90 ملم ستهم كلا من أسا الزاق والسمارة وغد السبت من الساعة 10 صباحا إلى 11 ليلا. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تساقطات مطرية رعدية من 30 إلى 60 ملم ستهم كلا من عمالات وأقاليم في جيج وتارودانت وميدلت وأزيلال والحوز من الرابعة من زوال اليوم الجمعة إلى 11 من مساء الأحد، وكذا كلا من قولميم وسيدي إفني وتيزنيت غد السبت من 1 زوالا إلى 11 ليلا. بطبيعة الحال المرجو أخذ الحيطة والحذر خصوصا الناس اللي ساكنين في السفوح. وفي هذا الإطار بعض النشطاء وجهوا نداء إلى ساكنة تنجداد والنواحي المرجو أخذ النشرة الإنذارية الخاصة بالطقس على محمل الجد. الأمطار غتكون فوق المعدل في تنجداد والنواحي بين الجمعة والأحد والفيضانات حتى هي غتكون مباغتة، فالمرجو الحيطة والحذر، راقبوا مزيان مجرى المياه خصوصا اللي ساكنين في مناطق منخفضة وحاولوا ديروا للماء في نيدوز وتقادوا السواقي. اللي بغى يسافر في نهاية الأسبوع يدير بحساب الشتاء اللي غتهم جبال الريش والراشيدية وخطر تساقط الأحجار بطبيعة الحال. وتحنا من جهتنا لنا متابعة في كل جديد. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من نواحي إقليم تارودانت. فبعض الأمطار الرعدية التي عرفت ليلة أمس حمولة كبيرة جدا لمجموعة من الأودية والأنهار التي عادت إليها الحياة، فالحمد لله والشكر لله على نعمة الأمطار الرعدية ونعمة المطر الذي جاد علينا بهذه الخيرات الربانية، فاللهم لك الحمد والشكر يا رب. فالحمد لله والشكر لله على هذا الأمطار الأخيرة اللي بطبيعة الحال يعني شفنا ليلة أمس برق ورعد في كل مكان، والحمد لله والشكر لله. وأنتم كتشوفوا يعني الخير ديال مولانا سبحانه وتعالى وبركته، ف هذا الشيء يعني الحمد لله غيغذي الفرشه المائيه وغيعطينا يعني منسوب ديال المياه على مستوى مجموعه من السدود، والحمد لله كنتمنى من الله تعالى انه ينعم علينا بامطار اخرى في قادم من الساعات اللي تكون يعني قد تنفع وتنفع العباد وتنفع البهائم وتنفع ايضا الفلاحه والمزروعات السقويه اللي كيعتمدوا عليها مجموعه من الفلاحين على مستوى اقليم تارودانت وايضا على مستوى جهه سوس ماسا ككل. فالحمد لله والشكر لله، انتم كتشوفوا الخير ديال مولانا، فبغيت كل شيء يعني حمد الله وشكره يكتب يعني في التعليق سبحان الله وبحمده سبحان الله وبه نحمده ونشكره صباح مساء. الحمد لله والشكر لله على هاد الانعم اللي انعم علينا وهاد الامطار الخير وهاد الصبيب ديال المياه الرائع اللي الارض روت بعد ان قانط الناس وبعد ان جفت وبعد ان اصبح الناس في حيره من امرهم، واذا بالغيث ينزل ويكون امطارا، وهذا الشيء بفضل الله وبحمد الله ومنته، فنحمد الله كثيرا. وحتى ان هذه المنطقه ديال تارودانت كانت عانات في هذه السنوات الاخيره من الجفاف، حتى اننا اظهرنا فيديوهات ديال اشجار ديال الليمون اللي مع كامل الاسف
يبسات، ولكن الحمد لله كنشوفوا هذه المياه، كنشوفوا بان كاينه حتى امطار اخرى جايه ان شاء الله في نهايه الاسبوع، غتكون قويه بطبيعه الحال. مرجو دائما الحذر، ولكن راها مهمه جدا بالنسبه لنا، غتعمر السدود، تعمر الامطار المياه الجوفيه، وايضا تنعش امال الفلاحه وتساعدهم وتقويهم من اجل اجتياز هاد السنوات الاخيره، سنوات الجفاف اللي عشناها بواحد القسوه وبواحد، وادت الى غلاء الاسعار وغلاء الخضار والفواكه. فنحمد الله ونشكره، احوجنا لامطار الخير، وربما القادم سيكون احلى باذن الله تعالى وبركته. فكما كنعرفوا فيعني التساقطات المطريه قادمه بحول الله وقوته، وقادمه بقوه هنا بجهه سوسماسه حسب مديريه الارصاد الجويه. فالمزيد من الحيطه والحذر، المزيد من توخي الحذر، خاصه على مستوى الناس يعني اللي كيقطعوا الانهار وكيقطعوا الاوديه، الناس اللي ربما كيكونوا بمحادثه مجموعه من الاوديه، فربما هذه الاوديه ستكون محمله بحموله كبيره جدا. فتوخي الحيطه والحذر ما بغيناش يعني بطبيعه الحال متابعينا الاوفياء نسمعوا الحمد لله نسمعوا بطبيعه الحال مآسي انسانيه. بغينا كل شيء يكون في داره سالم غانم والحمد لله، ونعيشوا بطبيعه الحال يعني هذه الخيرات الربانيه التي ستاتي في الساعات القليله القادمه. المهم بالنسبه للناس اللي مسافرين فيحضيو راسهم في هذه نهايه الاسبوع، اللي بعدوا على القناطر، القناطر دائما توخي الحذر، شوفوا الحموله ديال المياه ولا ما كاينش حموله، ولكن المرجو الحذر، لان وقعت واحد الفاجعه في فيجيك، واللي مشات ضحيه ديالها واحد الاستاذه ورفقت الزوج ديالها واخ الزوج ديالها. فدائما المرجو الحيطه والحذر. الحمد لله كما كتشوفوا، شوفوا الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى عمت علينا، وخيرات جميله جدا ورائعه، فنحمد الله ونشكره. هذا الشيء يزيدنا سرورا، والقادم ان شاء الله احلى واحسن، خصوصا بان بعض الفلاحين انهم استبشروا خير، استبشروا خير، وكيأكدوا بان هذه السنه تكون ان شاء الله سنه خير وسنه يمن وبركه. فكنتمنوا ان التساقطات المطريه تزيد تساقط باش تنعش هاد حقينه السدود، تنعش هاد المواطنين والفلاحه على وجه الخصوص، نعيش ليهم هاد الامال ديالهم ما تمشيش السودا، وايضا حتى المربي والماشيه ما ينتعشوا ويكون الكلاء ويكون العلف. هذا راه مهم جدا بالنسبه لاقتصاد المغرب، وايضا بالنسبه للفلاحه باش حتى هما يزيدوا القدام بفضل هاد الامطار اللي الحمد لله تساقطات، وهذه نتائجها، وهذه بعد ما كنا قنطانين، وبعد ما الناس قنطوا، وبعد ما الناس كل شيء كيخاف على الموسم الفلاحي، وكل شيء كيخاف على ان الماء ديال الشاروم ما كبقاش يلقاه، ولكن الحمد لله بفضل الله حنا كنشوفوا الامطار كونات جداول وكونات حمولات مائيه مهمه وعمرت السدود. فالحمد لله والشكر لله على لطف الله، يعني على الامل والتفاؤل. اكيد خويا حفيظ يعني دابا الحمد لله والشكر لله، فيوم امس يعني كانت تساقطات مهمه جدا، وكانت يعني كانت الرعدة والبرق يعني ليلة أمس، يعني الناس كاين الناس اللي تخلعوا، ولله الحمد والشكر لله. فهذا الوادي يتواجد بإقليم تارودانت بالضبط نواحي مدينة تارودانت بالمنطقة الجبلية، ولله الحمد والشكر لله على هذه النعمة الربانية. إلى هنا سننهي هذا البث إن شاء الله، إلى فيديو آخر إن شاء الله وأخبار مفرحة كهاته التي ترونها. إلى اللقاء في فيديو.